السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الريفت بيديك أداة كويسة جدا عشان تخصص الفيو بتاعك، فتقدر تيجي هنا مثلا وتقول له أنا عايز أشوفها رياليستيك، عايز أشوفها شيدت، عايز أشوفها وير فريم. الوير فريم يعني كأنك بتشوف حدود الحاجة وتشوف اللي وراها، يعني لو أنا الحيطة دي فيها حاجة وراها تقدر تشوف اللي وراها. طبعا هنا أقل دقة، أقل دقة لحد أعلى دقة لحد ري تراس، دي يعني كأنك بتعمل رندر. طيب خلينا نختار شيدت. كل واحدة من دول هتلاقي حاجة اسمها جرافيكس ديسبلاي اوبشن. لو جيت هنا هتلاقي ان كل واحدة فيهم نقدر نعدل الاعداد بتاعتها. يعني هنا مثلا شو ايدج، شايف الحواف دي اختفت، تمام. خلينا نزرع، اعمل لي سموث، اعمل لي تنعيم للحواف. طيب الشفافية، هتبدأ تبقى شايف الحاجة وشايف الحاجة اللي وراها. طيب دي شو ريتس، دي اللي هي، خلينا نرجع بس كده في الشفافية، تمام. عايز اشوف الحدود اللي بره ديت، اشوفها مثلا بلون معين. خلينا مثلا نديها هيدن لاين واقول له ابلاي، هتلاقي الخطوط بقت خضراء، تمام. يعني لو انا قلت له نان وقلت له اوكي هتلاقي الحاجات اختفت. طيب لو جيت هنا وقلت له في في، ولو جيت هنا وقلت له انا عايز جرافيك ديسبلاي وقلت له لا ده انا عايز هنا ياخد هيدن لاين، هتلاقي الحدود كلها خدت الهيدن لاين، بقى خط منقط كده واللون اخضر. طيب الشادو بقى، كاست شادو يبدأ ينعم لك الشادو بتاعك لو انت مفعل الشادو اهو بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له لا الغيلي، انا عايز اشوفها كاسكتش، كأن حد رسمها بخط الايد. هتلاقي الخطوط ما بقتش مستقيمة 100%، كان في حاجات كده بسيطة كده بتنحرف شوية، تمام. طيب الديسبلاي على مسافة معينة، ده طبعا لو انت واخد سيكشن او كده هيبدأ بعد فترة معينة يقفل لك العناصر. اللايتنج برضه تقدر تفعل الإضاءة شوية او تقللها زي ما انت عايز بالشكل ده.